بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي آسيا عارف. أود أن أسمعكم نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا آدم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهد بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مذر بن نزار بن معد بن عنان بن هدد بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنفال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلطاس بن ضباب بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيد بن عقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يسبي بن يحسن بن يلحن بن أرعوى بن عيد ديشان بن عيسى بن أفناد بن هيهام بن مقص بن ناحش بن زارع بن سمي بن مزي بن عودة بن عرام بن قيداد بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذى بن ناحور بن سارور بن راعو بن فالق بن عابد بن شالق بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لامك بن مطوشلخ بن إدريس بن يلد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن الشيث بن آدم عليه الصلاة والسلام. رسالتي للصغار وللكبار أن يتعلموا اللغة العربية.